بعد الضلع الموالد وليه الأمر الحالة حكم المحكمة الحكوميين ومعطبة عمر عبد الحكيم محمد عثمان السجن لمدة 3 سنوات مع ترسيل إليه ثانيا بإلزام التضامن مع بعض المتهمين ما يدفعه لجماعة الأزهر مبلغ وقدره 785,000 جنيه و100 سنين قيمة الأشياء التي طرحوها وألزمته المصاريف الجنائية. بعد الاطلاع على موارد الامتحان حكمت المحكمة القضائية للمتهمين السادس والرابع والثالث والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وهذا الأمير محمود منصور والسادس والعشرون عبد الرحمن رافض سلمون إمام المليسة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على موصول إليه. ثانيا ومعتقد المتهم العاشر أحمد مالك محمد سيد علي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على موصول إليه. ثالثا معتقد كل المتهمين السادس عبد الرحمن رضا ابراهيم احمد والرابع طه رفعت محمد محروس والخامس محمود خالد عمرو احمد والحادي عشر اسلام بن حسين عبد الجليل حسنين وشراط اسلام الدولي والثاني عشر معاذ احمد عصو محمد السيد شابور والسادس عشر علاء فتحي محمد كوري والرابع عشر اسلام فريد محمد سليمان والخامس عشر محمد علي محمد اسماعيل والسابع عشر كريم محمد سنهاوي وعكاظ وشرار كريم سنهاوي والثامن عشر حسام الدين سيد طارق سيد السجن المشدد لمده 5 سنوات عمل وسيله اليه.